صباح الخير يا حبايبي، مساء الخير على عيونكم. النهارده ان شاء الله هنعمل الكنافه اليدويه في البيت. مقاديرنا ايه؟ كوبايه نشا، ممكن نشيل كوبايه النشا، ممكن نحط عليها دقيق الرز، كوبايتين ونص دقيق، وثلاث كوبايات ميه، وخمس معالق زيت، ورشه ملح. هنبتدي ناخد مع بعض كوبايه النشا. ممكن نحط مكانها، مكان النشا ده، دقيق الرز من عند العطار عادي، كله يتحط في الخلاط، كوبايتين ونص دقيق، دقيق لجميع المخبوزات يكون نوع جيد للكنافة، كوباية دي تانية، هناخد تلات كوبايات مية، مية عادي من الحنفية، تلاتة خمس معالق زيت، تلاتة أربعة خمسة، والنص الدقيق ده هضرب دوت، وأنا في أثناء ما أضرب هحط نص الدقيق الباقي. ومعلقة ملح صغيرة، ضربت كده حط نص دي الباقي، نص كوباية دي. يبقى انا حطينا ثلاث كوبايات مية وكوباية نشا وكوبايتين ونص دي. نقلب كده، نضرب ونقلب علشان ما يحصلش فيه تكتلات ولا حاجه في عجينه الكنافه. اضرب تاني، ضربتها كويس يا حبايبي. يبقى احنا حطينا ايه في شفشق هنا؟ كوبايتين ونص دقيق، وكوبايه نشا، وثلاث كوبايات ميه، وخمس معالق زيت، ورشه ملح، يعني ربع معلقه صغيره كده. ممكن بديل النشا نحط دقيق الرز. شايفين؟ هنسيبها كده نص ساعه، ما فيهاش اي تكتلات خالص، وسهله، عجينه سهله وجميله. هنسيبها كده ترتاح نص ساعه، ونرجع اقول لكم ازاي تعملوا الكنافه دي في البيت في منتهى السهوله. بعد حبايبي ما ريحنا العجينه نص ساعه، هنرجع نضربها تاني، وهوريكي كده ازاي تعرفي ان العجينه معاكي مظبوطه اهي. كده مظبوطه. بصي حبايبي، ده كيس بلاستيك بتاع التلاجه، كيس التلاجه العادي خالص. هنحط كده الكوبايه، عشان دي كنافة بيتي، احنا ناخد شوية كده، شوية شوية، واجمعهم كده على جنب، او كيس حلواني عادي. واربط، الربطه طلعت بعيده شويه. دبوس عندك اي ابره، ابره طرحه، اي دبوس، اي ابره، هنخرم كده خرم صغير،
حبايبي جبت صينية وتحتيها كيس مشمع اهو، وصينية علشان نحط فيها الكنافة على طول علشان ما تنشفش مننا. دي اول واحدة بس عملت كده، وبعد كده هتظبط معانا. بس يا حبايبي نجيب كيس بلاستيك زي ده كده وفوطه علشان بس لما تخرجه ما ينشفش مننا. شايفين كنافه في منتهى الجمال اهي. اول مره دهناها زيت، والمره اللي بعديها ما ندهنش خلاص. Thank you.
في ثانية كده حبايبي اهي. هي بتطلع على طول طالما الطاسه سخنه، هي بتطلع على طول. شايفين اهي بتطلع على طول. عملنا الكنافة بتاعتنا بكيس التلاجة العادي ولا أروع.
بكيس التلاجة العادي عملنا الكنافة بتاعتنا. شايفين الكنافة؟ حاجة ان انتي بخرجيها يعني اشتغليها وكل حاجة، حطيها في فوطة علشان ما تنشفش. وادي الكنافة.